السلام عليكم. عرض صواريخ باليستية خلال مسيرة يوم القدس العالمي في إيران. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. أفادت وسائل إعلام إيرانية يوم الجمعة بأن إيران عرضت أحد صواريخها الباليستية خلال مسيرة يوم القدس العالمي في العاصمة طهران. وأكدت وكالة تسنيم مساء يوم الجمعة بأن السلطات الإيرانية استعرضت صواريخ عماد وخيبر شكن الباليستيين يوم خلال مسيرة يوم القدس العالمي في شوارع العاصمة طهران. وأوضحت أن صواريخ عماد التي يبلغ مداها 1400 كيلومتر وصواريخ خيبر شكن التي يبلغ مداها 1700 كيلومتر من بين الصواريخ الباليستية التكتيكية الأطول مدى في العالم. وتمتلك إيران أضخم قوة صاروخية في الشرق الأوسط، وأصبحت لديها بنية تحتية تمكنها من تطوير صواريخ جديدة بقدرات جنونية، ويشمل ذلك الصواريخ الباليستية والصواريخ المجنحة. ذكرت ذلك مجلة ناشيونال انترست الأمريكية في تقرير عن صواريخ إيران التي تمتلك قوة الردع القصوى للجيش الإيراني في الأخير، إذا كنت من المهتم بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتواصلوا بالجديد، وشكرا.